بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في برنامج بنك المعرفة. بحييكم. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التاريخ ومراحل التاريخية ومفهوم الحضارة، واتكلمنا عن التاريخ ومصادر الحضارة. وقفنا عند مصادر دراسة الحضارة أو المصرية أو مصادر دراسة الحضارات. زي ما احنا شايفين قصادنا دلوقتي الحضارة المصرية أو الحضارات تحديدا، يجب أن احنا بتعتمد على مجموعة من المصادر. قدامنا مصادر دراسة الحضارة: الآثار، النقوش، البرديات، الشقاقات أو الأستراكة، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء، كتابات الشعراء، كتابات الفلاسفة. طيب هي كل دولت على فكرة مع بعض يا جماعة، دي كلها بنقول عليها مصادر، بس في منها الأولي المهم جدا اللي ناخده في الأول، وفي اللي ناخده في المرحلة الثانية بنسميه الثانوي. يعني الآثار دي مصدر مهم جدا لدراسة التاريخ، وبتشمل طبعا إيه جميع البقايا اللي بيتم العثور عليها. فتحنا مقبرة لقينا حاجة، كل اللي لقيناه دوت بنقول عليه إن هو أثر. الآثار اللي موجودة أمام الظاهر وبنشوفها كلنا، يعني مثلا احنا دلوقتي الاهرامات ما هي اثر، المعابد، المقابر، التوابيت اللي بنلاقيها، المومياوات اللي بنلاقيها، الحاجات اللي بنلاقيها اللي هي الحلي اللي بتصل الينا، كل ديت اثار. طبعا عندي بردك النقوش، والنقوش ديت اتفقنا ان هي مصدر اولي مهم جدا، ودي حاجه من اتنين، قلنا لا اما الغائر لا اما اللي هو البارز. الغائره اشهر حاجه قلناها حجر باليرمو، وحجر باليرمو دوت لوحة كبيرة جدا بالدورنت الأسود طولها مترين، مكتوب فيها أسماء الملوك عندنا، وديت بتخدم هدف سياسي. الناس اللي بتدرس تاريخ مصر بتعرف عندنا من خلالها مجموعة كبيرة جدا من الملوك اللي تولوا لحد الأسرة الخامسة، والحروب والأحداث والمعابد كل اللي قام. وصليت الملك نارمر أو نارمر مينا، وديت حجر من الشست الأخضر رسوماته غائرة من الأمام والخلف بتصوره وهو بيحارب أعدائه. ديت كانت سنة 3200 قبل الميلاد، من أكتر من 5000 سنة نقول. طيب ديت عندنا حجر باليرمو صورته، وديت صورة الصلاية بتاعة الملك نارمر. طيب تعال معايا هنا نشوف الأستراكة. نرجع تاني، عايزين هنا نتذكر يا جماعة، تذكرها معايا هنا. حجر باليرمو ديت الصورة اللي موجودة، والحجر ده موجود لحد دلوقتي. هو الاسم بتاع الحجر على فكرة باسم المكان اللي موجود فيه حاليا. طيب صليت الملك نارمر، وديت اللي قدامنا ديت الوجهين بتوعها اللي قصادنا دول. طيب الأستراكة ديت كسرات الفخار والأحجار، ودي مكتوب عليها وبتسمى شقفة، واستخدمتها الطبقة الوسطى. الناس ديت فقيرة ومتوسطة الحال، ما عندهاش أشكال، الورق البردي غالي، طب هي عايز يكتب تضطر ان هو يستخدمه. عندي سؤال، ايه نتائج صعوبة الحصول على أوراق البردي؟ ان الطبقة الوسطى لجأت لاستخدام الشقافات والاستراكة. يبقى الاستراكة بتدل على طبقات المجتمع المصري ان هي كان الكل بيحاول يتعلم والكل بياخد وبيستفيد. طب النقود والمسكوكات قلنا مهمة، ودي قطع معدنية ختم الدولة عليها، بنشوف الدولة اذا كان ليها ختم، بنشوف الوزن، النقاء، ده بيدل على الاقتصاد بتاع البلد، العملة ذهبية ولا نحاسية ولا فضية، الدولة كده غنية ولا فقيرة، بنشوف احوال البلاد الاقتصادية، بنشوف احداث البلاد، المرحلة دي مسك الملك فلان، المرحلة دي كان بيحكم فلان، تاريخ لمعركة. وطبعا بس ما كانش مفهومها كده قوي في العصر الفرعوني عندنا. ودي صور، بعض صور المسكوكات، اقرب مسكوكات ظهرت عندنا في مصر بتاعت العصر البطلمي، وهي ديت الاشهر اللي ظهرت في مصر. قبل كده في العصور الفرعونية ما فيش مسكوكات ظهرت إلينا. طيب في عنده كتابات المؤرخين القدماء وأشهرهم. مين أشهرهم؟ هيرودوت. هيرودوت ده ظهر مصر يا جماعة، وكتب عنها في الجزء الثاني من كتابه، الترجمة بتاعت الكتاب تمحيص الأخبار أو تاريخ هيرودوت زي ما قالوا عنه. اتكلم عن الجغرافيا، واتكلم عن المدن وأعمال الملوك ومظاهر الحضارة. خد بالك بندرس هيرودوت وبنقول كتب عن تاريخ مصر، ولكن يجب الحرص واحنا بنقرا تاريخ هيرودوت، لان هيرودوت المرحله اللي ظهر فيها مصر زي ما احنا ما شايفين مرحله مختلفه. عندي اول مصري يكتب التاريخ الكاهن المصري مانيتون السمنودي، ده اول مؤرخ مصري قديم كتب في تاريخ مصر. طيب دي صوره لهيرودوت اللي اطلق عليه لقب ابو التاريخ، ودي صوره مانيتون السمنودي اللي هو اول مؤرخ مصري. طب المصادر السنوية، المصادر السنوية من ضمنها المراجع، ودي المؤلفات اللي كتبت من سنوات متعددة بعد الحدث، واعتمدوا فيها
مش على المصادر الأولية بس، لا، مؤلفات وبحوث، وبعض الناس أبلغت منها كتابات الفلاسفة اليونانيين زي سقراط وأرسطو، منها كتابات الشعراء زي هوميروس مؤلف الإلياذة، الإلياذة والأوديسة مصدر أساسي لتاريخ اليونان، وهي اللي كتبها شاعر. كتابات الفلاسفة برضك، الأساطير، ودي جزء من التراث الشعبي، ودي مهمة جدا. يعني احنا عندنا هنا في مصر أسطورة إيزيس وأوزوريس، أشهر أسطورة مصرية، وأسطورة الطوفان في العراق، كل ديت أساطير وبتحكي عن قصص الخير والشر وكل ده. طبعا ديت صور بعض الفلاسفة اليونانيين زي سقراط وأرسطو، وديت صورة هوميروس، وديت عندنا صورة بتعبر عن أسطورة إيزيس وأوزوريس، وديت صورة بتعبر عن الطوفان وأسطورة الطوفان. طيب اتكلمنا عندنا دلوقتي عن بعض المصادر الأولية، ايه أهميتها، ايه هي أهمية المصادر الأولية والمصادر الثانوية عندي، هل لها أهمية؟ دي انتاج الانسان نتيجه تفاعله، مصادر لتوثيق المعلومات، هي اللي بتوثق لي المعلومات يا جماعه، والاحداث التاريخيه الاوليه والثانويه، الاثنين بيوثقوا الحدث، ايهما اقوى؟ عارفين الاوليه، ولكن الثانويه هي الاخرى، ما هي وصلت الينا وترجمت وكتبت وموجوده كتب في ايدينا. المصادر الاوليه ميزتها ان هي اكثر دقه، يعني انا دلوقتي لما بتكلم عن شكل من اشكال العماره زي ما هو موجود في الكتب، انا بجد قدام الاهرامات وبنظر الى الاهرامات، بنظر الى المعابد، ما بتعبر عن العمارة مثلا. طريقة حياة المصريين بنشوفها في المصادر الاولية بتاعتنا. المراجع متوفرة طبعا، سهل الحصول عليها، وبديل للمصادر المفقودة. انا عندي بعض المصادر، مش كل البرديات وصلت الي، مش كل الثقافات وصلت الي، طب البديل قصادها ايه؟ المراجع اللي بتكتب لنا الحاجات ديت. طيب تعالى بقى نسأل شوية أسئلة على الكلام اللي احنا قلناه. أمامك مجموعة من المصادر الأولية والثانوية، ضع كل منها في الجدول الخاص بها. كتابات الفلاسفة، كتابات المؤرخين، البرديات، الأساطير، النقوش، كتابات الشعراء، الأستراكة، كل حاجة من دولت عايزين نحطها، تعالى نراجعها مع بعض. كتابات الفلاسفة ديت ايه؟ ايوه، تذكر كده، كتابات الفلاسفة بتعبر عن ايه يا جماعة؟ مصدر اولي ولا ثانوي؟ مصادر ثانوية. طب كتابات المؤرخين بنقول عليها مصادر ايه؟ لا، ده مصدر اولي، لان المؤرخين اللي عاشوا في الحدث زي مانيتون مثلا. طب البرديات بنقول عليها ايه؟ مصدر ايه؟ طبعا في عندنا كتابات مؤرخين بنقول عليها مصادر ايه؟ بنقول عليها مصادر ثانوية. طب البرديات، لا، ده مصدر اولي. الاساطير الدينية مصادر اولية. النقوش مصادر أولية. طب كتابات الشعراء اللي عاشوا وكتبوا، لا، دي بنقول عليها مصادر ثانوية. الأستراكة، لا، الأستراكة مصدر من المصادر اللي بنقول عليها اللي هي المصادر الأولية. نشوفها تاني، المصادر الأولية والثانوية، نعملها مع بعض. ودوت حدد عمل واحد لكل من، أنا كتبت أعمال وانت قول لي اللي عاملها، أو واحد وهنقوله بعد كده وتقول لي مين. كتاب تمحيص الأخبار ده مين اللي ألفه؟ ده مؤلف الإلياذة والأوديسة، مؤلف أسطورة إيزيس وأوزوريس، أول مصري يكتب تاريخ مصر. عندنا هنا الشاعر هوميروس هو اللي ألف الإلياذة. أنا كتبت لك مجموعة من الأعمال وكتبت لك مجموعة من الأشخاص، بتاخد من ده تحط في ده. الشاعر هوميروس هو اللي ألف الإلياذة. طب هيرودوت عمل إيه؟ كتاب تمحيص الاخبار. طب مانيتون السمنودي ايه اللي عمله في الحاجات دي يا جماعه؟ اول مصري يكتب عن تاريخ مصر. طيب عندي هنا بعد كده احنا اتكلمنا عن المصادر وشفناها، المصادر الثانويه والمصادر الاوليه. طيب ناخد بالنا بقى، ما هو الحضارة عشان الناس توصل ان هي تكتب الكلام ده وتعمل الكلام ده كله وتقوم الحضارة دي، لازم عوامل لقيامها. الحضارة ما بتقومش كده. الدرس اللي احنا هتكلم فيه وجزء اللي هتكلم فيه دلوقتي هو عوامل قيام الحضارة. طيب عوامل قيام الحضارة عندي لما واجب اتكلم عنها لكي تقوم حضارة، بيتوفر مجموعة من العوامل. طيب زي ما هنشوف كده مع بعض العوامل ديت ايه. عندي عوامل طبيعية وعندي عوامل بشرية. طيب عامل قيام الحضارة عندنا العوامل الطبيعية، ايه هي العوامل الطبيعية بقى؟ نهر النيل،
ده اول عامل طبيعي. اي حضاره يجب ان احنا نسال عن الميه، وجعلنا من الماء كل شيء حيا. مهم ان احنا نسال مصدر الميه بتاعها ايه، الناس هتعيش ازاي. الموقع الجغرافي يجب ان يتوفر موقع جغرافي جيد عشان الاتصال وتوصل لنا الحضاره. ما في حضاره قديمه جدا ولكن لم تصل اخبارها. الثروات الطبيعيه او سواء صخور او معادن، عندي بردك اللي هي الحدود الطبيعيه وعندي المناخ، كل دي عوامل لقيام الحضاره بنسميها عوامل طبيعيه. نقولها مع بعض تاني كده، نهر النيل، الموقع، الثروات الطبيعيه، الحدود الطبيعيه، المناخ. طب تعالى نتكلم عن كل حاجه لوحدها على حده. نهر النيل، نهر النيل العظيم مصدر حياه مصر. نهر النيل عظمته لتكوين الطبيعي، ربنا عز وجل جعله تكوين كده، هو اطول انهار الارض، ربنا جعله كده اطول نهر على وجه الارض. تكوينه خلاه دايما بينحدر من الجنوب الى الشمال، جاي اجباري ماشي واخد خط من الجنوب الى الشمال، فبيجي للشمال حامل معه حاجتين مهمين جدا للمصريين، المية والطمي. المية اللي هنعيش منها والطمي اللي هنعمل منه جزء من حضارتنا، هنبني في الاول، هنعمل بيوتنا، هنزرع، هنتعيش حواليه. والمصريين طبعا النيل خلاهم اكتسبوا مجموعة كبيرة من القيم. طيب لما نيجي نتكلم عندنا ايه اللي ساهم في النيل، زي ما احنا شايفين عندي الوحدة والتضامن بين المصريين، النيل هو اللي ساهم فيها. التكامل والتكافل بين المصريين خلانا عايشين مع بعض، اذا كان في بيننا وبين بعض وحده وتضامن خلى بيننا وبين بعض تكامل وتكافل. النيل هو اللي عمل التواصل بين المصريين وبعضهم وبين المصريين والاخرين والدول المجاوره اللي بتطل على نهر النيل، اللي احنا عملنا استفدنا من نهر النيل ووصلنا اليها. طيب ناخد عنصر عنصر من العناصر الثلاثه اللي احنا قلناها، الوحده والتضامن. اول حاجه نهر النيل سبب في وحده المصريين، اجتمعنا مع بعض عشان نعمل جسر، عشان نحافظ على الميه، عشان نعيش حواليه، عشان نعمل تاريخ. النيل سبب من اسباب الحضاره المصريه القديمه، عمل الترابط ما بين المصريين وبعضهم، خلى المصريين يعيشوا مع بعض، يتجمعوا مع بعض، يتحدوا عشان يعرفوا يتعاملوا مع هذا النهر السائر الشاب القوي. التكافل والتكامل، المصريين تبادلوا المحاصيل مع بعض فنشط التجارة الداخلية بين الشمال والجنوب. طب التواصل، المصريين بنوا السفن، اتجهوا للجنوب، تواصلوا ونشروا الحضارات في البلاد المجاورة. الحضارة المصرية أثرت وتأثرت بما جاورها. الحضارة المصرية لم تكن حضارة يا جماعة غريبة. تعال هنا نشوف مجرى نهر النيل هنا عندنا، ناخد بالنا من الأسهم اللي موجودة ديت اللي هتظهر قصادي على الشاشة ديت. هو اتجاه نهر النيل، الاتجاه اللي ماشي بيه نهر النيل، اللون الازرق عشان الميه، بنجد ان هو مجرى النهر هو خارج من الجنوب للشمال. النهر الوحيد اللي منابعه جنوبيه، النهر الوحيد في العالم اللي المنابع بتاعته منابع جنوبيه، خارج عندنا هنا من الجنوب بيتجه لحد ما يصل هو الوادي، مجرى النهر في الوادي، بيصل بعد كده الى منطقه الدلتا، بيصل بعد كده الى مناطق مصب نهر النيل. انا كاتب طبعا وعاملين عندكم المصبين الرئيسيين، ولكن كان في اكتر من كده مصبات في البحر المتوسط. لو تاخد بالك الجزء الاخضر الوحيد في مصر هو الجزء الخاص بنهر النيل، وباقي مصر هنتحدث عنها في الحاجات الجايه. طيب اتكلمنا دلوقتي عن نهر النيل وازاي ان هو اثر في الحضاره. هل النيل لوحده يا جماعه؟ احنا عشنا بالنيل لوحده؟ هي النيل مهم جدا للمصريين، ولكن في حاجات تانية. ايه هي الحاجات التانية؟ الموقع الجغرافي، مصر هي قلب العالم القديم وحلقة اتصال أقطاره، ملتقى قارات العالم القديم، وطبعا آسيا وأفريقيا وأوروبا، أنا بعتذر عن بعض الأخطاء، بتطل على بحرين همين زي الأحمر المتوسط، ده أدى لسهولة الاتصال. بص يا جماعة موقع مصر، الخريطة هي قدامك ومصر محددة عليها. أنا عندي القارات الثلاثة موجودة، هي مصر من قارة أفريقيا لكن هي في الركن الشمالي الشرقي من القارة، هي البوابة بتاعة القارة، دي ميزة يا جماعة. هي مش قاعدة في وسط القارة فتعيش بتتصل بقارة أفريقيا لوحدها، لأ، ده هي في الجزء الشمالي الشرقي، فده خلاها إن هي أول حاجة تتصل بيها بتتصل بالقارات المجاورة. عندنا مثلا آسيا، قارة آسيا، الاتصال بقارة أوروبا، الاتصال بقارة أفريقيا، هي مفتاح الثلاث قارات مع بعض. موقع جماعة كان الراحل جمال حمدان بيسميه عبقرية المكان، عبقرية المكان.
مكان لا يد لأي مصري فيه. ربنا عز وجل هو اللي منحه لمصر وهو اللي وصلنا إليه. هذه العبقرية يجب أن نحافظ عليها. مصر عشان كده اللي يدرس التاريخ هيعرف يا جماعة ليه بيتجه إليها دايما الشخص، الدول اللي بتحتاج هي السيطرة، بتحب السيطرة وبتحب الاستعمار وبتحب كده. موقع مصر لولا موقعها ما كانش حد اتجه إلينا. ما هي لو دولة في وسط قارة من القارات في حتة غير معلومة ولا مهولة ولا ما كانتش هتفيد. إنما الموقع أفاد. ده بلد بتسيطر، بتطل على بحرين، بتطل على حاجات كتيرة هنقراها دلوقتي، بتطل على البحر المتوسط، بتطل على البحر الأحمر. في التاريخ الحديث عملنا قناة السويس عشان نربط بحرين ومحيطين. ما هو كل ده فكر كده يا أولاد. أنا عايزكم تفكروا، أنا بكلمكم وأوجه لكم الكلام. أهمية موقع مصر من وجهة نظرك، هل تستحق هذه المكانة التاريخية ولا لا؟ دون أي نوع من أنواع الإحساس بأن أنا مصر وبقولك لا، هي بالفعل مصر تستحق هذه المكانة. طيب عندي حاجات تانية. أنا عندي الثروات المعدنية، الصخور والمعادن. نشوف مع بعض الصخور زي الجرانيت والرخام والأحجار الكريمة، المعادن زي الذهب والنحاس والحديد وغيرها. كل دي معادن وصخور استخدمناها وخرجناها والمصريين استفادوا منها. استخدمت بقى في الصناعة والأدوات والحلي وبناء الأهرامات ونحت التماثيل وعمل المعابد. كل ده استخدمنا في الحجور واستخدمنا الصخور واستخدمنا في المعادن بشكل كبير جدا، والأساسات طبعا اللي هنجدها بعد كده. طيب حدود مصر الطبيعية، لما نيجي لحدود مصر الطبيعية، سبحان الله، مصر دولة من يوم نشأتها. أول ما الإنسان استقر وقعد في مصر فوجئنا إن هي طالعة دولة. يا جماعة إحنا مش بنقول الكلام ده من عندنا، بنقول الكلام ده من التاريخ. إزاي؟ هي الوحيدة، المكان الوحيد في العالم اللي من أول ما اتعملت اسمها مصر، كلها على بعضها كده، كلها على بعضها بيقولوا عليها مصر. محدش قسمها، محدش أبدا كان بيقول. يعني مثلا نيجي نتحدث عن حضارات العراق، نقول لك حضارة سومر، بنتكلم عن مدينة سومر في بلاد العراق. نقول لك مثلا حضارة أور، ما هي بنتكلم عن المدينة دي، الحضارة الأشورية مدينة أشور. إنما تيجي تتكلم عن مصر الحضارة المصرية، مش هتيجي أبدا تلاقي يقول لك إيه الحضارة الطيبية أو الحضارة المنفية نسبة إلى منفى أو طيبة. لا، هو بيجي دايما تلاقيه يقول لك الحضارة المصرية. ليه؟ ربنا جعل مصر منذ نشأتها ذات حدود طبيعية. تعال نشوف حدود مصر الطبيعية شكلها إيه. أول حاجة ربنا جعل هي كده حدود طبيعية، محدش ليه فيها. الحدود السياسية الناس بتعملها بإيدها والدول بتصنعها، إنما هنا هي صنعت لوحدها. البحر المتوسط في الشمال، ما هو مش هينفع إن هو بحر يا جماعة على قدام أرضي على طول. من الجنوب الجنادل في مجرى النيل. الجنادل ديت يا جماعة مجموعة من الصخور في مجرى النهر، بتصعب إنك أنت تعبر النهر من هذه المناطق. طبعا الحدود الشرقية البحر الأحمر والصحاري، أما الحدود الغربية فهي الصحاري. طيب تعالى هنا نشوف مع بعض الخريطة تانية، نرجع لمصر ونتفرج على خريطة مصر. بص يا جماعة أولاد قدامي، قبل ما أحط كده أنا عايز كل واحد قدامكم بيعرف يرسم كده بإيده، يرسم خريطة، ارسم خريطة لمصر، خططها مصر كده لو أنت جيت تتخيلها كأن واحد إيه رافع إيده كده للسماء، كأنه بيد إيه رافع إيدك كده لفوق، هي مصر السبعة بتاعت الدلتا، وبعد كده جسد مصر اللي هو مجرى نهر النيل. وتخيل معايا الحدود بتاعتنا، تعال نشوفها مع بعض. في الشمال البحر المتوسط، انهي جهة ديت يا ولاد؟ لما نيجي ناخد بالنا من الجهة ديت، انهي جهة دي؟ ناحية الجنوب الجنادل. طب البحر الاحمر ده انهي جهة من الاتجاهات الاربعة بتاعتنا الرئيسية؟ ناحية الشرق. وفي ايه تاني ناحية الشرق؟ الصحاري المصرية. عندي ايه تاني من ناحية الغرب؟ الصحاري. ايه ده؟ ده مصر محاطة ببحرين، بحر المتوسط في الشمال، بحر الاحمر في الشرق، والجنادل في الجنوب، والصحاري في الشرق، والصحاري في الغرب. دي حماية طبيعية ربنا عز وجل جعل هناك حماية طبيعية لمصر. موقع مصر بالاضافة لطبيعتها وحدودها في موقع حماية طبيعية مهم جدا بالنسبة لمصر. طيب عندي ايه تاني من عوامل قيام الحضارة؟ من عوامل قيام الحضارة المناخ. ما هو يا جماعة لو احنا عندنا نهر وعندنا موقع وعندنا زي ما بنقول حدود، ولكن عندنا مناخ سيء طارد، هنعمل ايه؟
المناخ، ما هو هنا ممكن يكون مناخ طارد شديد الحراره، متطرف الحضاره الحراره، متطرف البروده، مناخ طارد زي ما بنقول. طب هنعمل ايه؟ طب ايه الاثار المترتبه على مناخ مصر؟ الاعتدال والشمس المشرقه والسماء الصافيه منحوا المصريين النشاط. ايه تاني؟ نتيجه تانيه، الجفاف ساعد على حمايه الاثار المصريه. يعني في ارتباط عندي ما بين المناخ والحفاظ على الاثار المصريه. اختلاف الفصول ده هنا بقى عمل عندي ميزه اقتصاديه. ايه الميزه الاقتصاديه؟ عندي فصول اربعه مختلفه، مختلفه تماما، في كل واحد مختلف في مناخه. هذا الاختلاف ادى لاختلاف المحاصيل، الامر اللي عمل عندي نوع من تنوع الغلات، وبالتالي بنسميه الرخاء الاقتصادي، الرخاء الاقتصادي لمصر. طيب العوامل البشريه، احنا كده بنتكلم في اخر شكل من اشكال عوامل قيام الحضاره، عوامل البشريه. المصريين وهم عايشين في مصر كان لازم يمتلكوا بعض السمات اللي تخلي الحضاره بتاعتهم تقوم. ما ينفعش يا جماعه حضاره تقوم من غير اهل البلد ما يكون لهم دور. نهر النيل بيمر في عدد كبير من الدول. هذا العدد من الدول كم دوله قامت فيها حضاره، مش هنقول زيها، هنقول متشابهه مع الحضاره المصريه. قد يكون في بعض الحضارات المحدوده او المصريين اللي انتقلوا، او بعض الجيران اللي لينا كان لهم بعض الحضارات، واحنا مش بننسي الحضاره عن الاخرين، ولكن كم حضاره قامت مشابهه للحضاره المصريه في اللي عملته الحضاره المصريه؟ مفيش. طيب كم حضاره استطاعت ان هي تصدر للعالم حاجات زي الزراعه، اختراعات الزراعه دي يا جماعه تحول كوني، تحول كده بنقول عليه تحول تاريخي، التحول الاول في الثاني في التاريخ بعد ما اكتشفوا النار. تاني حاجه مهمه جدا جدا في التاريخ ان هو الناس اكتشفت الزراعه، ما احنا اول ما اكتشفها. الكتابه اللي سبب اللي تسببت في كتابه التاريخ، ان التاريخ بدا، مين اللي اكتشف الكتابه؟ ما هو احنا برضك المصريين. في كتابات قبلنا، في كتابات قبلنا، في كتابه قبلنا اللي هي بس ما كانش حد بيستطيع ان هو يستخدمها نتيجه صعوبتها الشديده. دي اول كتابه نقشيه المصريين استفادوا منها. المصريين بذلوا جهود كبيره جدا لقيام الحضاره المصرية القديمة، استفادوا من ميزات بلادهم، أنفقوا الوقت لإقامة الحضارة. الحضارة المصرية قامت بالجهد والكفاح، دي مش حضارة قامت من فراغ. طيب تعال بقى معايا، ما تقييمك لمقولة هيرودوت مصر هبة النيل؟ الكلمة ديت أي حد تقعد معاه من أي دولة من المستشرقين تجده يقول لك إيه، مصر هبة النيل، كلمة قالها هيرودوت، إيه تقييمك للكلمة دي؟ تعال حط نهر النيل، إحنا لسه بتكلم وبقول لك بيمر في عدد كبير من الدول. هل هذه الدول جميعا قامت حضارة؟ لا. إذن النيل لوحده مش هيشتغل. ما هو النيل ده يا جماعة نهر قوي، محتاج الشباب والمصريين اللي يقفوا يعملوا من الجسور، يعبروه إن هم يعملوا من الكبال، يستفيدوا من المية بأن هو يزرع، ان هو يستفيد من الطمي بان هو يستخدمه في الزراعه ويبني بيوته، يستفيد بالنيل كوسيله مواصلات. ما انا ممكن تكون عندي الحاجه ومش عارف استفيد بيها. المصريين افضل من استفاد بنهر النيل. النيل بالفعل مهم جدا 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 لمصر، ولا نستطيع ان نستغني عن قطره ميه واحده. بقول لاولادي اهو عشان يعرفوا قيمه نهر النيل، ما حدش بيفرط في ميته. تمام، النيل مهم والنيل لازم المصريين يهتموا بيه، عشان كده بنقول مصر ليست هبة النيل فقط، ولكن مصر هبة النيل والمصريين. طيب تعال نشوف مجموعة من الأسئلة، نشوفها مع بعض بسرعة. أنا هقول الأسئلة وعايزك تسجلها، وديت أسئلة يعني في المستوى النقدي، بتقيس مستوى النقد للطالب. إيه وجه الارتباط بين مناخ مصر وقيام حضارتها؟ فاكرين ولا لأ يا جماعة؟ جفاف المناخ حافظ لنا على الآثار. ما وجه الاختلاف بين دور نهر النيل في مصر وباقي الدول التي يمر بها؟ الانسان، الانسان المصري اللي سمح واستفاد من نهر النيل. ايه وجه الشبع بين عوامل قيام الحضاره في مصر وبلاد الرافدين؟ الانهار، الحضارتين قاموا على الانهار، في مصر قامت على نهر النيل، وفي بلاد الرافدين قامت على نهري دجله والفرات. ما الاثر المترتب على التضاريس وحمايه مصر؟
الأثر المترتب على التضاريس وحماية مصر يا جماعة، تضاريسها، وجود البحرين المتوسط والأحمر، وجود الصحاري في ناحيتين، وجود مجرى نهر النيل، كل ديت حاجات بنتكلم عليها. في النهاية يجب ان احنا نقول ان الحضارة المصرية ما قامتش من فراغ، في اساسيات قامت عليها، الاساسيات دي هنتكلم هنكمل الكلام عليها، وفي عوامل ادت لقيام الحضارة المصرية بتذكرها بسرعة، قلت العوامل الطبيعية وقلت العوامل البشرية. ابناء الطلاب، انا عايز انك انت تتذكر كل هذه العوامل، عايزك تعمل جدول لنفسك، والجدول دوت تكتب فيه الحضارة وتكتب فيه عوامل قيامها من كل ناحية. في النهاية بتقدم بالشكر لأبناء الطلاب على اهتمامهم، وأرجو التواصل، وأرجو أنك أنت تكون مستعد للحصة الجاية إن شاء الله اللي هنتكلم فيها عن الحضارة المصرية القديمة. مع تحياتي من برنامج بنك المعرفة، شكرا لكم.